السلام عليكم، معكم امين من قناه امين التعليم. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديروا التتمه ديال الدرس ديال لو بيلون ديالنا. من بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات شفنا ديفينيسيون ديال البيلون، درنا واحد جوج ديال لي زيكسيرسيس بساطين، عرفنا المعنى ديال لاكتيف والباسيف، وشفنا لا ستركتور او بيان كيفاش الشكل ديال لو بيلون الحقيقي ديال واحد الشركه في اون دات طوني منين كيتكون، وشنو هما لي كلاس اللي تنقصدو بهم. خمسه ديال لي كلاس خاصين بلو بيلون، خاصين بواحد لا سيتوياسيون ديال لو بيلون. دابا غادي نشوفو في هاد الفيديو هادو دي زيكسيرسيس اللي كيجيكم في الامتحانات، او ميم طون غادي نديرو الكوريكسيون ديالهم، وبطريقه او ميم طون غير مباشره غادي نفهمو ديك les opérations ديال partie double. Ça marche. واخا غندير لكم غير لمحة على partie double، ولكن غادي نخصو فيديو خاص بها. راه كنت اصلا ديجا شرحت ودرت فيديو خاص بلا partie double حتى هو، ملي كنت كنشرح الدورة الأولى ديال لا كونطابيلتي جينيرال، ودرت في هاد الزيكسيرسيس غير دابا كنعاود نزيد نتعمق وكنشرح عاوتاني للمبتدئين. Ça marche. دونك باش نبداو هادوك دي سي سي سيس، دونك ضروري ما خصنا نمرو واحد المرحله نشوفو لي زوبيراسيون افيكتوي بار لونتربريز، نشوفو شنو هما دوك لي زوبيراسيون اللي كديرهم دوك الشركه باش دوك لو بيلون كيتفاريا او بيان كيتشونج عندنا من اون دات دوني لواحد لاطات واحد اخرى. دونك اون تيرم بواحد لو تيرم كيتسمى لي فلو ايكونوميك، ها هما بداو كيبانو لنا مصطلحات جداد. دونك فيما نسمع لي فلو ايكونوميك ديال واحد لونتربريز ما تخلعنيش هاد الكلمه، شنو هما لي فلو ايكونوميك؟ ما يخلعونيش، تو سامبلومون هما لي زوبيراسيون اللي كدير دوك الشركه كل نهار. شرات سلعه، باعت ان برودوي، تسلفات، خلصات، اي اوبيراسيون دارتها الشركه كتسمى لي فلي ايكونوميك. غير هو دوك لي فلي ايكونوميك كنسمعوهم كاين في الدرس، كاينين كاين لي فلي اكسترن ولي فلي انترن، ما يخلعونيش. نبداو بواحد ليكزومبل رقم واحد بسيط، نشوفو نفهمو شنو هما لي زوبيراسيون ديال لي فلي اكسترن. هما لي زوبيراسيون اكسترن ديال الشركه، يعني الشركه كدير واحد لوبيراسيون مع واحد الاجون ايكونوميك، مع واحد الفاعل اقتصادي واحد اخر بعيد خارج عن الشركه ديالها. دونك دارت واحد لوبيراسيون بيع وشراء ياك، ماشي لداخل ديال الشركه ديالها، مع شي طرف واحد اخر براني. سا مارش. اكزومبل رقم واحد اللي هو الفلو اكسترن، فيه جوج ديال لي فلو. شنو هما جوج لي فلو؟ عندنا الفلو ريال والفلو فينونسيير. شنو قلنا؟ قلنا الفلو اكسترن شي حاجه كدير دي زوبيراسيون الشركه خارج الشركه ديالها، ماشي فورنيسور بار اكزومبل. دونك شرات منه واحد السلعه ولا بعت للكليان دوك السلعه، هاد لوبيراسيون ديال شرات ولا بعت بمعنى لي فلو ايكونوميك، بمعنى اخر ان فلو اكسترن ديال لونتربريز فيه جوج ديال لي فلو، اما تيكون فلو ريال ولا فلو فينونسيير. دونك شنو هو لو فلو ريال؟ نعطيكم واحد ليكزومبل باش نشرحو اكثر واكثر. دونك عندي لونتربريز هي هادي ديالنا حنايا، اوكي، شريت واحد لو مارشانديز، شريتها بطبيعه الحال. حنا ملي كنشريو واحد السلعه، ملي كنشريوها كنشريوها من الكليان؟ لا، كنشريوها من الفورنيسور، والكليان حنا اللي كنبيعو ليه. دونك عندنا اونتربريز شرينا واحد السلعه من واحد لو فورنيسور دو مارشانديز. صاماش، السلام عليكم، الله يخليك، عطيني نبيع لنا واحد السلعه. اييه مرحبا، نبيع لكم السلعه. دونك لو فورنيسور شنو كيعطينا؟ كيعطينا المارشانديز على شكل فلو ريال كنسميوها. دونك عطانا واحد لوبيراسيون، باع لينا لوبيراسيون على شكل مارشانديز، دخلناها عندنا ستوك، كتسمى فلو ريال، شي حاجه ملموسه، اوبيراسيون ملموسه. عطانا واحد المارشانديز تنقيسوها بيدينا فلو ريال على شكل اوبيراسيون ريال، اللي هي
الماركشانديز. لوريجين ديال هاد الماركشانديز شكون هو اصلا مولاها اللي باع لنا؟ هو لو فورنيسور. لوريجين الديستيناسيون، الاتجاه لمن لينا حنا الستوك ديالنا. دونك لا ديستيناسيون ديال هاد الفلو ريال ديال هاد الماركشانديز هما حنا حطيناها خبيناها في ستوك عندنا. ولوريجين ديال هاد الماركشانديز شكون اللي باعها لينا؟ هو لو فورنيسور. بمعنى هذا هو فلو ريال، فلو اكسترن، فورنيسور، اوبيراسيون تما خارج الشركه، هادشي بسميناه اكسترن. الفلو فينونسيير دونك هو عطانا ولا باع لينا واحد المارشانديز على شكل فلو ريال كنلمسوها بيدينا، باع لنا مارشانديز مقابل يبيع لنا فابور؟ لا، غادي نخلصوه. بشحال طلب لنا الفورنيسور اللي باع لنا السلعه؟ طلب لنا 4000 درهم كمثال. هي فلو فينونسيير، حنا عطيناه الفلوس ديال ديك السلعه اللي شريناها، سا مارش. دونك خدينا سلعه مقابل خلصنا 4000 درهم، كتسمى على شكل فلو فينونسيير، سا مارش. دونك لمحه بسيطه على البارتي دوبل، منين جبنا الفلوس ديالنا، زعما منين جبنا، سمحوا لي، منين جبنا السلعه من لو فورنيسور مقابل خلصنا فلوس، احنا غنوصلوا للدرس ديال لابارتي دوبل، غيكون غير خير، ما تخممش، غيكون ان شاء الله باذن الله نفهمها لخويا بالدارجه كيف ما كان النيفو ديالك، ما عندك مناش تخاف، اون ميم طون لي زيكسيرسيس كوريجي، سا مارش. دونك هذا ليكسومبل رقم واحد، الفلو اكسترن، شفنا فلو ريال، فلو فينونسيير، سا مارش. دابا ليكسومبل رقم جوج، اون ميم طون في الفلوك اكسترن. دونك لونتربريز اكي شرات واحد الكاميون، لاحظتي معايا؟ دابا تعلمنا شنو هو الفرق ما بين اشي، يعني اشا ديال واحد المارشانديز، ومي تنقولوا ايموبيليزاسيون بحال ماتيري ترونسبور الموبيلي دو بيو، شي حاجه اللي كتفوت الصلاحيه ديالها وكتصبر اكثر من عام، كنسميو داك، نعطيو هذاك لو فيرب ديال اكيزيسيون، سا مارش. دونك لونتربريز اكي ان كاميون، شرات واحد لو كاميون بالقيمه ديال 7000 درهم غير كمثال، بايي باغ شيك بونكير. دونك هادي فلو اكسترن، طبيعة الحال شريناها مع الفورنيسور، واحد تيارس، تيارس هو الطرف الثالث، يعني واحد البراني، سا مارش. اوتخ اجون ايكونوميك، كنعرفو بان الفورنيسور يعني واحد العامل اقتصادي، واحد الفاعل اقتصادي، سا مارش. كمثال لو فورنيسور، حنا اونتربريز شرينا واحد من لو فورنيسور واحد الشركه واحده اخرى اللي هي فورنيسور ديالنا، باعت لينا واحد لو كاميون اللي على شكل ان مويان دو ترونسبور، ان كاميون، دونك شي حاجه كنلمسوها بيدينا، عطاتنا ان كاميون مقابل فلوس، سا مارش. مقابل هاد الفلوس هادو خلصناها، اسمحوا لي، دونك خلصناها فلوس، عطاتنا كاميو حنا خلصناها فلوس، غير هاد المره هادي باغ شيك بونكير، ما عطيناهاش ليه اون اسبيس بالكاس كيف ما شفنا في لوبيراسيون الاولى، شاطيناها ليه 4000 درهم اون اسبيس خلصناها، راه فلو فينونسيي حتى هي، غير عطيناها ليه فلوس، ما كاين لا بانكا وسط منا لا حتى شي حاجه. هاد المره كاينه بانكا، هاد السيد اللي باع لنا وبيات الشركه اللي باع لنا الكاميو دا عطانا واحد النيميرو دو كونط بونكير ديالو، قال لنا فيرسي ليا هاد الفلوس هذا في النيميرو دو كونط بونكير ديال هاد لونتربريز اللي باعت لنا هاد الكاميو، سا مارش. دونك فهمنا شنو هي فلو اكسترن اللي داخله وسط منا فلو ريال، شي حاجه ملموسه مقابل خلصنا داكشي اللي شريناه بالفلو فينونسيير. حنا دابا كنتعلموا الكلمات ديال لا كونطابيليتي جينيرال، سا مارش. اون ميم طون باش يلا تسهل عندنا الماموريه ديال اكسيرسيس ديال لو بيلون كيف ما وريتكم في الدرس اللي فات، سا مارش. دابا بقى لنا الفلو اكستير، فلو انترن، نشوفوا في ليكزومبل رقم 3 دي زوبيراسيون اللي تيوقعوا داخل الشركه ديالنا، فيها سولمون ان فلو، ما فيهاش بحال هذا، فيها فلو ريال، فلو فينونسيير، يعني باع لينا سلعه مقابل فلو فينونسيير خلصنا اس بي اس وبين ان شيك بونكير. هنا فيها فلو واحد، قال لي شنو هو هذا الفلو هذا؟ قال لي ان فلو انترن، يعني Une opération interne est un mouvement de valeur observé à l'intérieur de l'entreprise. Il y a une opération, il y a un mouvement, il y a une marchandise
شي حاجه تحركات عندنا داخل الشركه ديالنا. اون لونتربريز هاكي ميتال لونتربريز ا ليفري دي ماتيير بروميير باغ اكزومبل. دونك عندنا واحد الشركه مثلا اندستريال دونك كتشري لي ماتيير بروميير وكتحولهم وتصنعهم لان برودوي فيني باش تبيعو لو كليون. دونك لونتربريز ا ليفري دي ماتيير بروميير اون ماغازان estimé à 2300 dirhams à ses ateliers de production. Donc, il y a le magasin, donc, un an, il y a une chérique industrielle qui est en ou qui est le mawad l'awaliya. Et donc, le mawad l'awaliya, il y a une chérique, les matières premières, il y a une chérique, il y a là, il y a pas service magasin, il y a un le stock. Ça marche, service magasin ou bien le stock, on va mettre les matières premières pour nous faire un produit fini, pour nous faire un produit qui s'appelle l'atelier de production, l'atelier de l'ouarcha, comme on dit en arabe, l'ouarcha de l'a'mal qui nous faisons pour nous faire ديك الماتيير بروميير الان برودوي فيني باش عاد نبيعو للكليون. دونك هذيك الماتيير بروميير خرجات من ستوك عندي من المكازين عندي. الناس اللي خدامين في هذا المكازين هزوا واحد لا كونتيتي ديال الماتيير بروميير صيفطوها للقسم ديال الاتولي. هنا لاحظتي معايا كان واحد الموفمون كانت واحد لوبيراسيون ديال ديك الماتيير بروميير تهزات من ستوك من المكازين اللي كانت عندي ومشات للقسم الورشه ديال البرودكسيون للقسم اللي عندي باش تصنع دوك الماتيير بروميير. هنا كتسمى فلي غيال شي حاجه ملموسه ماتيير بروميير شي حاجه كنلمسوها بيدينا هزيناها من الستوك ديناها لاتولي دو برودكسيون كتسمى فلو غيال. لاحظتي معايا فيها فلو واحد ما كاينش فلو فينونسيير كيف ما شفنا فلو اكسترن. هنا فلو انترن فيها ان سول فلو اللي هو فلو غيال انترن سا مارش على شكل لي ماتيير بروميير. دابا فهمنا هاد القضيه هادي ما بقاش عندنا مشكل ما بين فلو اكسترن فلو انترن سا مارش. دابا غادي نبداو واحد ليكسيرسيس اللي غادي نتقربوا فيه هادوك لي فراز اللي كيجيوكم ان سيرتان اكسيرسيس في القسم. مثلا كيجيوكم دي فراز جمل على شكل باغ اكزومبل تيقول لك عطيني لي زومبلوا و لي ريسورس ديال اون فراز سا مارش. لي مو ديال لا كونطابيليتي نفهموهم وشنو تيعنيو لنا ونتعلمو كيفاش نجبدو من كل فراز les emplois d'IELA ou les ressources d'IELA, bien l'actif ou le passif, ça marche. Moraha, va dire un exercice, inshallah, global, elle a le bilan, l'itchallemna, ça marche. Donc, dire et l'exercice, c'est ça, ولكن بشرط حاجه ما عند الله واش يكون شرط ولكن اعتبره بحال طلب. اكواسر انك انت كتفرج دابا وكتضيع الكونيكسيون ديالك وتضيع الوقت ديالك وتخرج انك فاهم ومن بون دغيا غتنسى. بالعكس تنقول لك انا حاول دير بوز هاد ليكسيرسيس غادي يكون مفيد لك بزاف غادي يعلمك كلمات اللي ممكن تكون بوحدك نهار الامتحان ما كاينش اللي غادي يوريك سا مارش. تكون تعلمتي عارف كيفاش تا كنقسمو ونفهمو واحد لا فراز بلي تيرم ايكونوميك ديالنا بلي تيرم ديال لا كونطابيليتي جينيرال. دونك السؤال المطروح هو هنا كاينين دي زوبيراسيون دونك عندي سبعة ديال لي زوبيراسيون واحد السيد مول الشركة ان اكسبلواتون كريا واحد لونتربريز ودار شلا دي زوبيراسيون دار سبعة ديال لي زوبيراسيون في ديك لو موا باغ اكزومبل مثلا اختار اي موا وتيقول لك السؤال هنا كل اوبيراسيون جبد لي منها لي زومبلوا ديالها وحط المونطون ديالها او ميم طون جبد لي الفخاز اللي كدل على الغوسوس وجبد وحط حتى قبلتها المونطون ديالها. باغ اكزومبل باش نسهل عليكم الماموريه انا نخدم معكم ليكس هاد الفخاز الاولانيه وانتم حاول دير بوز انا غادي نصح معاك راه ماشي ما غنصحش معاك غادي نصح معاك غير انت دير بوز وخدم هاد لي فخاز اللي بقاو. دونك الفخاز الاولانيه هي كتقول لك ان اكسبلواتون ان اكسبلواتون واحد مول الشركه واحد السيد جاب معاه ابورت 100000 درهم ملي جاب معاه لاحظ معايا شنو تنقول بالدارجه جاب معاه ياك شرحت لكم قبل في الفيديو اللي فات والفيديو ديال الهدف الاول ديالو شنو الفرق ما بين جاب معاه وشنو دار بداك الفلوس. دونك ابورت جاب معاه 100000 درهم 100000 درهم ملي جاب السيد معاه 100000 درهم
حطها في البنكة ديالو pour créer une entreprise. بمعنى تنقصد لكم الجواب ديال هاد لافراز هادي اللي انطلاقا من هاد الطريقه اللي غادي نشرح لكم دابا غتخدموا نتوما هاد لي فراز هادو. دونك هنا في لي زومبلوا السيد جاب معاه 100,000 درهم وحطها في لابونك. دونك حنا باش تسهل عندنا الماموريه نبداو ديما من لي غوسورس الباسيف منين جاب داك الفلوس. دونك سيد أبورت جاب معاه 100,000 درهم دونك ديك جاب معاه 100,000 درهم دونك هي الكابيتال دونك سا مارش دونك لو كابيتال هو 100,000 درهم اوكيك الله يرضي عليك. دونك جاب معاه 100,000 درهم ملي السيد عنده في راس المال ديالو 100,000 درهم شنو قالت ليا لا فخاص قال ليا ديبوزاها فين حطها حطها في البنك عنده اوكي. دونك هنا كلمه ديال لا بنك شنو كندير انا هي كنكتب لا بنك سا مارش. دونك لا بنك شنو ندير فيها هنا باش يكون عندي لا بارتي دوبل يعني لاكتيف كيساوي الباسيف يعني لو ريسورس كيساوي لومبلوا بالدارجه ديالنا الفلوس اللي جابها 100,000 درهم حطها ديريكتومون 100,000 درهم حطها في البنكه. دونك انا غادي نكتب 100,000 درهم باش في الاخر طوطال عندي هنا المونطون ديال لي زاكتيف يساوي لنا المونطون ديال الباسيف المونطون ديال لو ريسورس هما المصادر ديال الفلوس ديالي شنو درت بها انايا هنا. دونك هذا خاصو يساوي لنا هذا. دونك انا خدمت معكم لوبيراسيون الاولى ودابا الى بغيتي دير بوز غدير بوز ما بغيتيش دير بوز انا اصلا غادي نخدم مع خويا مانيش مشكل غير على مصلحتك كتضيع وقتك في هذا الفيديو بغيت تخرج فاهم هادشي اللي كاين انا بغيتك تخرج فاهم باش نهار الامتحان ما تقولش راك ضيعتي وقتك في هاد لاشين ديال امير التعليم بلاكس بغيتك انك تستافد هادشي اللي بغيت خويا. لاحظ معايا كنحاول نكرر الهضره وكنطول في الموضوع غير باش تستافد. دونك دير بوز وخدم توكل على الله سامارش سامارش. دابا نبداو الكوريكسيون نتمنى تكون اعتمدتي على نفسك وخدمتي واخا تغلط شي الا غلطتي بالعكس يعجبني الحال انايا في هذا الفيديو هذا انا عارف راسك كتبقى عاقل عليا. دابا نشوفوا لوبيراسيون الثانيه تقول لي اشا دان كاميون ا 65,000 ديرهم بيابل انسي. دونك شرا سيد واحد لو كاميون هاد المول الشركه شرا واحد الكاميون بالقيمه ديال 65,000 درهم. دونك لي زومبلوا راه ديجا امتلك واحد الكاميون بالقيمه ديال المونطون ديالو 65,000 درهم ولي ريسورس تقول لي بغيت نعرف كيفاش حتى هاد السيد منين جاب فلوس ديال 65,000 درهم باش شرا هاد الكاميون. قال لي بان 15,000 درهم كانت عنده في البنكه خلصها بلا بنك دونك كان في راس ماله غير 15,000 درهم في البنكه ديالو كانت عنده داخله في لي ريسورس ومشى عند داك لو فورنيسور اللي باع ليه الكاميون قال ليه راه ما عنديش 50,000 درهم كلها قال ليه عطيها ليا خويا كريدي وصبر عليا غير 6 شهور. دونك شنو صبر عليا غير 6 شهور دونك كاينه في الباسيف بالضبط كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات كاينه في الباسيف ساركيلو حيت المده ديال الكريدي اللي غادي يخلص غير 50,000 درهم وفي المده ديال 6 شهور قل من عام. لو كان غادي يصبر عليه اكثر من عام غندخلوها في الفينونسمون بيرمانون سامار كوريكسيون ديالها على هاد الشكل. دونك لي زومبلوا هي مثالك اما طير ترونسبور بالقيمه ديال 65,000 درهم منين جاب الفلوس ديالو كانت عنده في لي ريسورس اللي هو لو باسيف كانت عنده 15,000 درهم وخدا واحد الدات عليه واحد الكريدي عليه من لو فورنيسور بالقيمه 50,000 درهم. دونك تسلف 50,000 درهم وعطاه التصبير 15,000 درهم باش شرا هاد الكاميون هذا ودخلو ان ماتيريال دو ترونسبور. دونك فيما نسمعو اشاط ان كاميون كنعتبروه ان ماتيريال دو ترونسبور. لاحظتي معايا كنعودك على الكلمات اللي كاينه في لو بلون كونطابل وكتحطها في لو بيلون. دونك سا مارش دونك لو ريسورس لي زومبلوا اوكي. ندوزو لوبيراسيون الثالثه تيقول لي هاد السيد هذا مشى شرا واحد المارشونديس القيمه ديال هاد المارشونديس اللي شراها دايره 5,000 درهم اوكي. دونك عاديه لي زومبلوا هما انه شرا مارشونديس بالقيمه 5,000 درهم ولكن بغينا نعرفوا الريسورس ديالها بغينا نعرفوا الباسيف كيفاش تشرا هاد 5,000 درهم هادي. قال لي المواتي بار شيك بونكير يعني السيد كان خلصها خلص لو فورنيسور بلا بون كانت عنده
كانت عنده 2500 درهم، دونك 5000 درهم الى قسمتيها على جوج هي قال لك مواتي مواتي، 5000 درهم قسمها على جوج هي 2500، دونك 2500 خلص لو فورنيسور عن طريق ان شيك بونكير بلا بونك، والباقيه اكريدي دو 3 موا لو فورنيسور هي 2500 درهم. سا مارش، دونك الفورنيسور كيتسنى 2500 درهم لمده ديال 3 شهور ونخلصوه، وديجا عطينا التسبيق ب 2500 درهم عن طريق لابون باش شرينا المارشونديز بقيمه 5000 درهم. الله يرضي عليك. ندوزو لوبيراسيون رقم 4، تيقول لي فوند، هاد المره باع، فوند او كونطون اون اسبيس، باع اون اسبيس، ما كاين لا كريدي لا تلعبو، باع اون اسبيس 1500 درهم. شنو باع؟ باع واحد المارشونديز، هو بدا كيروج الحركة، بدا كيتحرك، باع واحد المارشونديز ايون كوتي 1000 درهم. اوكي، دونك يعني باع اون اسبيس، فين ما نسمع اسبيس لاحظتي معايا كيفاش كنعلم خويا وكنتعود على الكلمات لا كونطابيلتي اللي كاينين في بلون كونطابل، فين ما نسمع اون اسبيس سانقصدو بها لا كيس، دونك باع واحد المارشونديز وربح فيها 1500 درهم، باعها كاملة، ماشي ربح فيها 1500 ولكن باعها ب 1500، يعني دخل في لاكيس ديالو، دخل في لوزومبلوا، في لاكتيف ديالو 1500 درهم كلها مقابل أنه باع واحد المارشونديز. أيون كوتي اللي كان أصلا هو النهار الأول اللي شراها، شراها ب 1000 درهم. فهمتي؟ يعني المصدر ديال دوك الفلوس، المصدر ديال ديك المارشونديز اللي كانت عنده، شراها في الاول غير ب 1000 درهم وباعها ب 2000 1500 درهم، دونك شحال ربح؟ ريزولتا 500 درهم. هنا بغيت ندخل لكم واحد الكلمه جديده، ريزولتا، كتكون من ضمن الجهه ديال الباسيف، دونك فيما سمع ريزولتا كنحطوها في الجهه ديال الباسيف، وبالضبط تحت لو كابيتال في لو بيلون. احنا غنديرو دي زيكسيرسيس على البيلون وغتفهموا كيفاش كنحطوا هذا لو كونط ديال الريزولتا. اللي بغى يوضح لك في هذه الجمله هذه بانه باع مارشونديز بقيمه 1500 درهم، دخلها في لاكيس عنده، المارشونديز اللي كانت عنده اصلا هذه اللي باعها ب 1500 درهم شراها في الاول غير ب 1000 درهم، يعني المصدر ديال هاد الفلوس اللي دخلت 1500 درهم راه ديجا كنخرج هو 1000 درهم، شرا مارشونديز وباعها ب 1500 درهم، والريزولتا يعني بوزيتيف، ان بينيفيس عنده، ان بروفي، ان كان ربح ديال 500 درهم. الله يعطيه عليك. نشوفوا لوبيراسيون رقم 5، تقول لي فون دو مارشونديز، ها هو اللي عاوتاني كيبيع، فون دو مارشونديز ايون كوتي 2000 درهم، ديجا كانت هاد المارشونديز عنده شراها النهار الاول 2000 درهم، بحال لوبيراسيون رقم 4، باعها بشحال؟ 2700 درهم، دونك شحال ربح؟ ربح 700، شريت سلعة 2000 روجتها وبعتها عاوتاني ب 2700، دونك ربحت 700 درهم، بيابل، الله يرضي عليك. ملي باعها كيفاش تخلصوا لك ليون اللي شرا من عنده هاد السلعة هادي؟ 1300 درهم اسبيس، يعني دخل الفلوس عنده اسبيس، باع لواحد، دونك هذيك السلعة اللي باعها القيمة ديالها بشحال باعها؟ باعها ب 2700، دخل 1300 درهم اسبيس، عطاها ليه الكليان، وبقى الكليان صابر، يعني ماشي الكليان اللي صابر، بقينا حنا لو فورنيسور، بقينا حنا صابرين عند لو كليون، حتى يعطينا 1400 درهم يكملنا فلوسنا اكريدي على شهرين، يعني عطاني 1300 درهم، هي دخلتها في لاكيس في لومبلوا، وبقى لو كليون عندي كنتسالو انايا 1400 درهم ابري دو مو عاد يخلصني. لي غوسورس ديالي هو اصلا انا اصلا كنت شريت ديك المارشونديز بقيمه 2000 درهم، والريزولتا ربحت فيها 700 درهم حيت بعتها ب 2700 درهم. سا ماتش. لوبيراسيون 6 قبل الاخرانيه اللي هي ريكوفرمون، لاحظ معايا انا كنعلمك الكلمات اللي كيجوك في ليزيرسيس، ريكوفرمون دو لا كريونس كليون دو 1400 درهم باغ شيك. شناهي ريكوفرمون؟ يعني بحال نقولوا حنا كنا هاد السيد هذا بار اكزومبل لوبيراسيون رقم 5 اللي حنا بعنا ليه هاد المارشونديز وبقينا كنتسالوه 1400 درهم وغادي يخلصني ابري دو موا، دونك ريكوفرمون هي داس ديك دو موا وهاد لو كليون عطاني 1400 درهم، يعني خلصني فواحد لا كريونس كنت كنتسالها له،
لاحظتي معايا دخلت لك جوج كلمات عاوتاني، ريكوفرومون هي جمعت وتخلصت في لا كريونس، في ديك الكريدي اللي كنت انا كنتسالو داك لو كليون. صماش القيمه ديالو 1400 درهم، دونك دخلت ليا، دونك داك الفلوس اللي كنت كنتسالو 1400 درهم داس دو موا عاد خلصني 1400 درهم، حطيتها في البنكه، هي باغ شيك بونكير، حطيتها في البنكه. واصلا المصدر ديال 1400 درهم شكون هو المصدر ديالو؟ هو لو كليون اللي انا كنت بعت ليه الكري ديك المارشانديز، القيمه 1400 درهم. لاحظ معايا 1400 كتساوي 1400، هذا المونطون 2700 كيساوي هذا المونطون 2700، 1500 1500 2000 5000 درهم هنا 5000 درهم هنا 65 هنا 65000 هنا 100000 هنا 100000 هنا، يعني الباسيف كيساوي لاكتيف، مكاينش تخرجيش. لوبيراسيون رقم 7 تيقول ليا ريغلومون دون ديت. لاحظ معايا كنلعبو وسط الجمل دابا، راه هادشي اللي كيجيكم في ليزيرسيس وكيدوخ اغلبيه الطلبه، وبحال هادشي باش طلبوني الطلبه باش نعاود نشرح لهم لا كونطابيليتي جينيرال دو باس. دونك هاد لا فراز هادي كنستافدو منها بان قال ليا ريغلومون دون ديت، هنا كنسمع ريكوفرمون دو لا كريونس، انا اللي خديت لا كريونس اللي كانت سالها لعباد الله، ديك ليشيونس لا كريونس، الفلوس اللي انا كنت كنتسال لعباد الله ريكوفرمون خديتهم. هنا العكس ريغلومون دون ديت، يعني الناس كيتسالوني 500 درهم، واحد الفورنيسور باع ليا واحد الحاجه وكيتسالني 500 درهم نعطيها ليه، وقلت له صبر عليا صامرش صبر عليا واحد شهرين ولا 3 شهور ونخلص خويا 500 درهم. داز ديك الشهرين وانا ندير له هذيك لوبيراسيون ريغلومون دون ديت، خلصت داك الكريدي اللي كان كيتسالو ليا داك الفورنيسور القيمه ديالو 500 درهم. دونك لي زومبلوا كنت سمرني ديجا خلصت لو فورنيسور دخلته ب 500 درهم وخرجت ديك 500 درهم. منين خرجتها؟ خرجتها اون اسبيس، خرجت لاكيس، خرجت 500 درهم من لاكيس عندي ماشي من لا بونك باغ شيك بونكير اون اسبيس. دونك خلصت خرجت 500 درهم من لاكيس عندي باش خلصت بها الفورنيسور. بديت كندق عليكم على لابارتي لوبل صامارش، ديجا كتفهمني انت باللغه ديال الدارجه. في الاخر ملي غادي ندير لي طوبو كاملين هنايا غنلقى عندي 176000 درهم في الكريدي اللي هو لي ريسورس، وغادي اسمحوا لي دزت لكم الكريدي بلا ما نشعر، يعني الباسيف غادي نلقى 176000 درهم في الباسيف، وغادي نلقى عندي 176000 درهم في لي زومبلوا اللي هما لاكتيف. دونك سا مارش، حنا حلينا هاد ليكسيرسيس هذا. حاول دير بوز عاود هاد ليكسيرسيس هذا لمصلحتك باش تستافد ان شاء الله باذن الله اكثر واكثر. دونك الفيديو البروشان ان شاء الله باذن الله غادي نديرو واحد لوبيراسيون ديال نديرو واحد ليكسيرسيس اللي الفيديو بطبيعه الحال في البروشان غادي يكون على هاد الشكل هذا صامارش. دونك انا اكسبري خليتو لكم دابا حاليا، ولكن نطلب منك انك ما تشوفش لا كوريكسيون صامارش، ما تشوفش ديك لا كوريكسيون اللي بانت قبيله. حاول خدم هاد ليكسيرسيس هذا غير لمصلحتك، دير ليا لو بيلون ديالو صامارش. ها هو اكسيرسيس عطيته لكم دابا حاليا، الفيديو البروشان غادي نخدمو. نتمنى انك تعتمد على نفسك باش انك تخدم تشوف هاد لي زوبيراسيون، اعتبر راسك راك في القسم وفي الامتحان ولا اكزيرسيس ولا كونترول عندك، واش هاد ليكسيرسيس هذا؟ اجتهد حط دير لو بيلون كيف ما شرحت لك في الاول، الجهه ديال لاكتيف الجهه ديال الباسيف، شوف واش لاكتيف اللي عندك الريزولتا ديالو خرجت ليه كيساوي الباسيف. اون ميم طون غادي نشوفو في الفيديو البروشان، غنشوفو ثلاثه ديال لي سيكسيرسيس اللي غادي يكون فيه هاد ليكسيرسيس الاولاني، موراها غادي نشوف غنشوفو اون انسيدونس سيغ لو كابيتو بروبر، بمعنى واحد الشركه بما ان دارت دي زوبيراسيون بحال هكا، وغادي نشوفوها في الحاله ديال انني كتكون عندها ان ريزولتا اللي كتكون بينيفيس فين كنحطوها في لو بيلون، وكيفاش كنلقاو ريزولتا، او بيان غادي نلقاو واحد الريزولتا ديال بيرت ديال الخساره، وكيفاش غنحطوها واين بلاصه في لو بيلون. دونك هادشي غيكون في فيديو البروشان ان شاء الله، وغالبا هادشي اللي كيتحطوا لكم في دي كونترول في امتحان ولا في الاخر ديال العام على شي بيلون صامارش. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس الفيديو وبحول الله.